فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا أتى والإمام يقرأ، بعض الناس إذا أتى والإمام قد دخل في الصلاة وبدأ بالقراءة جلس يتكلم مع الذي بجانبه ولا يدخل في الصلاة حتى يركع الإمام، يقول فما الحكم بذلك وهل يعتد بركعته هذه رغم تفريطه؟ لا، هذا ما قام القيام في الصلاة ركن، وهذا ترك القيام مفرطاً. أما لو ما جاء إلا والإمام راكع يدخل معه ويسقط القيام عنه، أما أنه جاء وجلس أو يتحدث مع أحد يقول هينا بلحق الركوع، لا ما تلحق الركوع ولا يصح هذا، لأنه لا بد من القيام، ركن من أركان الصلاة، قدره العلماء بمقدار الفاتحة، مقدار سورة الفاتحة، هذا ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا إذا فات، إذا فات يسقط، أما وأنت جالس أو أنت تتحدث هذا لا يسقط عنك ولا تصح صلاتك أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.